السلام عليكم خوتي، جيسبر كو فوز علي بيان. موضوعنا ديال اليوم موضوع زوين وموضوع غادي نعطي فيه شي معلومات عاوتاني كما درت في الحلقه ديال الوراق، كيفاش باش تشد الوراق بلا زواج بلا والو. وهذوك الناس اللي تفرجوا ديك الحلقه هما اللي صيفطوا لي لي ميساج، قال لي تهضر لينا على ايد ميديكال. ايد ميديكال كيفاش كتصيب. المهم كنشكركم بعدا على المتابعه ديالكم، وكنشكركم على لي ميساج لي بارطاج اللي كديروا، وهادشي كيعجبني بزاف وكيفرحني وكيخليني نزيد في الفيديوهات ان شاء الله، ونزيد اكثر واكثر وكنتحسن شويه بشويه ان شاء الله. وكنتمنى لكم على حسن الظن ديالكم ان شاء الله، والمعلومات اللي كنعطيكم مره كي ان شاء الله تكونوا تستافدوا منها، واللي كيستافد منها ولا شي حاجه ولا اللي يلا بخوني عفوا يعرف يكتبها لي في الكومونتير وكنشكركم. المهم الموضوع ديالنا ديال اليوم هو لا ام او ايد ميديكال ديتا، كيفاش تحصل على ايد ميديكال ديتا وكيفاش تقدر تسواني اي حاجه عندك في الصحه ديالك، اي مرض واخا يوصل بابها 2 مليون دورو تخلص عليك وما تخلص ريال من جيبك. المهم كنشكركم كما قلت لهم، ودابا ندوز للموضوع ان شاء الله. نيشان الموضوع ديالنا هو كاين جوج الناس، كاين الناس اللي جايين بدون فيزا حراقه، سواء في البحر ولا في الكار ولا في اي حاجه جا فيها. المهم بدون فيزا ما عرفاش فرنسا واش كاين هنايا، وكاين الناس اللي جايين بالفيزا. الناس اللي جايين بالفيزا راه كيتسنى اوتوماتيكمون 3 شهور كيقدر يصيبها. الناس اللي ما عندهمش الفيزا كيخص اين فوا تحط رجليه هنا فرنسا ما يتعطلش، حيت شحال من واحد دابا كيتعطل بزاف. كنعرف هاد الناس هنايا فوتين 3 سنين 4 سنين 5 سنين ما عنده لا ايد ميديكال، ما عنده لا لي زامبو، والو ما دير والو، ما عرفتش كيتسنى ينزل الوحي عليه. لا بلا اون فوا كيجي لهنايا بعدا كيصيب هادوك، حيت هادوك بعدا لا بروميير فوا كتسواني بهم فابور، كتقاد سنان كتقاد اي حاجه مريض بها كتمشي للطبيب كتسوانا غراتويتمون، ما كتخلص والو من جيبك. الى دوزيام شوز سي دي بروف، نهار تصيب وراق يديك كيقول لك دي بروف، كتعطيهم دي بروف، كيوليو دي بروف هادوك باش كدوز كيوليو عندك سي دي بروف بالسميه ديالك بكلشي. المهم تاني اللي ما عندوش الفيزا كيفاش، اون فوا كيتحط في فرنسا هنايا كنصحو يمشي لا سيكوريتي سوسيال. لا سيكوريتي سوسيال اللي ما كيعرفهاش راه يسول اي واحد لا سيكوريتي سوسيال، غادي يمشي ليها وغادي يدير ان دوموند، كيعطي واحد لا دوموند كيعمر داك الفورمولير، سميتو فين ساكن، ياك ما مريض بشي حاجه، اش كياكل. المهم كيسولوه شي بزاف الاسئله جلوبال، كيعمرو في داك الدوسي كيعمر كلشي في سميتو وبلاد ريزيرو. و شي واحد كان مريض بالسكر ولا فيه شي مرض اللي خصو يتعالج، ديما بحال الدياليز بحال السكر بحال شحال من حاجه، هذا كيصيبو ليه لاكارت بالزربه. كيصيب ماشي كيعطيو لاكارت سور بلاس، كيعطيو واحد لاكارت بروفيزوار باش كيسواني بها، كيعطيو الانسولين سوا كيعطيو الادويه. المهم كيسرميو ليهم الدوسي قبل ما تخرج لهم لاكارت، واللي ما مريض ما والو كيصيب هذيك الورقه سي كوا سان ديبو اون فيت، لي من هنا 3 شهور تقدر تدفع بها. فاش كتفوت 3 شهور في فرنسا كتمشي كتدي داك الوراق، وكتدي داك الوراق خصك لي بيرجومون، اللي عنده عائلته. المهم العائله بيبر ما كديبانيش هنا في فرنسا، باش نقول لكم اي واحد هنا فاش كيجي كيمشي عند العائله كيريح، وماشي ماشي كديبانيش. وكاين الناس اللي مساكن الراجل ومرته وهذاك ساكن في واحد البيت صغير ولا ساكن الضيق، عرفتي هنا كيكون الضيق بزاف، الناس ساكنين في الضيق وجا باش يسكن عندهم ولا جا باش يدير عندهم، ما اش يدير عندهم. الناس مولفين الدار في البلاد كبيره، كلشي كبير، كاين تروازيام ايطاج دوزيام ايطاج، العائله كتجي عنده والناس كيرحبوا بهم. فاش كيجيو لهنا عند دوك العائله عاوتاني كيجي كيلقى داكشي نقيس، وهذا دوك كيفاش السيد كيخلي مرتو في الدار ويمشي للخدمه ويخلي راجل معاها، ما يمكنش. حتى بنادم خصو كيفكر، كيقول لك لا راه كاين الناس اللي ما هنا سيرتو دابا ديغنيغ زاني، دابا هنا في اوروبا سيرتو هنا في فرنسا الناس العرب بيناتهم ما كيتعاونوش، سيرتو المغاربه ديالنا راه كنهضرها وكنقولها شحال من لك، الناس بين العائله ديالهم ما كيتعاونوش، ما كاين لا رحمه لا والو، ما كيتعاونوش بيناتهم، ما كيرضاش باش يعاون شي واحد يصيب وراقي ولا شي حاجه، كيبقى فيه الحال. وبزاف اللي كيجي منهم غريب كيوصل حتى كيحط رجليه هنا كيصافي كيبان كيتحلو عيني شي شويه، كيقول لك غنكون زدت ديك الديوانه كثرت البوزبال كيجي، استسمح على هاد الكلمه. وهاد الناس ما عارف علاش كيديروا كيف، لا خص كيما جيتي نتا خلي الناس كل واحد اللي جا الله يسهل عليه وقدرتي دير شي حاجه قادر عليها ديرها، وما تستناش قالك لا فاش ندير فيه الخير سيب وراه خير يقلب عليا، واش بغيتي يقلب عليك؟ المهم عاون انت دير الخير
وواش نهار داك الخيره تلقاه تجي جي شي واحد غير ما عرفو شي داك الخيره تلقاه تلقاه. المهم على اين فين خلي راه تليفوني عاوتاني هادو كنت نفكر فيهم وانا نتلف. كتصايبو كيما قلت لكم هذيك لا دوموند وكيخصكم لي بيرجومون. لي بيرجومون ما تمشيو عند اي واحد في العائله ولا شي صاحبك ولا ما دير حتى شي. كاين لي زاسوسياسيون اللي فيهم دي زافوكا فولونتير الناس كيخدموا تما غرات. واحد لي زاسوسياسيون فيهم كيعطيوك جميع المعلومات فيها كتاكل دي فوا كيعطيوك الفلوس دي فوا كيعطيوك ترونسبور باش جيتي عندهم كيخلصوا لك كل شيء. كتمشي كدوش عندهم تما ما عندك فين تنعس كيتبروا لك فين تنعس ممكن شحال من حاجه. وهادو هادو غير الكبار ما كاين القصيرين. كاين القصيرين كاينين عاوتاني هادو كيتخلصوا شهريا وساكنين واكلين شاربين. هادو هذا موضوع الا بغيتي نهضروا عليه الناس اللي تحت 18 عام. كاين واحد الموضوع اللي عندي عليه معلومات كنعرف واحد السيده اللي خدامه تما اللي عندها معلومات بزاف اللي تقدر تعاوني فيهم. بغيت اللي نهضر على هذا الموضوع القصيرين اللي كاين شي واحد كيتفرج فيها قصير ولا شي حاجه. المهم باغيين معلومات الناس كيخلصوهم تما وساكنين وعندهم الشهريه باغ مو كيخلصوهم وكيديهم لي زاكتيفيتي كيديهم للبحر كيديهم هنا كيدوروهم. المهم هادو القصيرين بغيتي نهضر على هذا الموضوع خليو ليا في لي كومونتير ونهضر لكم على الموضوع. المهم هاد لاسوسياسيون كيما قلت لكم ديال الناس اللي فوق 18 عام على حساب ايد ميديكال. كاين ناس اللي مكلفين بهذوك الحراقه في جميع المعلومات كيعطي لهم. ما كتعرفش تهضر بالفرنسي كاين الترجمه. كاين الناس المغاربه كاين العرب خدامين تما الجزائريين كلشي كاين خدامين تما اللي كيعطيوك كيهضروا معك بالعربيه وكيشرحوا لك القانون كيفاش كيفاش كيشرحوا لك كلشي بالتفاصيل. عند هادو كدير لي بيرجومون كيقول لك كيدير لك الدوميسيل عندهم بان الدوميسيل اي برا كتجي كتمشي عندهم كتلقاها تما. المهم اي برا في لي زامبو في بحال هادشي ديال ايد ميديكا ولا شي حاجه كدير دوميسيل تما كيجيك لديك البلاصه وكتمشي انت اون فوا باغ سومين كتقلب واش كاين جات لك شي كوري ولا لا. باغي اي استشاره كاين محامين تما كاين الناس اللي كيعاونوا بزاف اللي محافظين اللي عارفين القانون غادي يعاونوكم. المهم هاد لي سونتر هاد لي زاسوسياسيون كاينين بارتو كاين واحد في باري. المهم اللي بغى حتى الناس اللي باغيين الادريس ولا شي حاجه يكتبوا لي في الكومونتير. اللي ما عارفيش ادريس انا نقلب على الادريس انا نحط لهم الادريس ديالي كنكتب لهم الادريس في الكومونتير غنجاوبهم. والمهم كيعاونوكم فاش كتكملوا فاش كتكملوا ديك 3 شهور هما هادوك غادي يعاونوك تعمر الدوسي كومبلي عاوتاني وغتدفع ليد ميديكال باش تجيك نتايا لتما وغتشدها. والناس عاوتاني اللي عندهم 3 شهور الفيزا ديجا اللي عندهم فيزا راه كيتسنى 3 شهور كيمشي ديك لاسوسياسيون عاوتاني ديك الجمعيه كيمشي ليها كيقول لهم باغي ندفع كيقول لهم واش انت هنا 3 شهور في فرنسا كيقول لهم هي هي الفيزا ديالي ها الباسبور كيشوفوا لا دات دونتري ديالك في فرنسا فات 3 شهور كيدفعوا لك 20 يوم 30 يوم كتجيك لاكارت ميديكال ديالك كتخدم بها فاش كتخدم بها كتسواني بها. المهم اي حاجه بغيت تسواني بها كتسواني بها. وهادشي راه خص بنادم اون فوا كيجي لفرنسا هنا خص يديرو. راه شحال من واحد كيبقى حتى كيتزير كيمر كتعطي لشي واحد هنايا باش كيقلب على شي واحد يعطيه لاكارت ديالو باش يدوز بها وداكشي. اللهم نصيب ديالي اي حاجه وقعت. وكاين الناس عاوتاني اللي مرضوا اللي مرضوا انا كنعرف جوج الناس اللي مرضوا وشدوا الوراق. واحد كان فيه مسكين الكونسير الحمد لله راه تشافى كان فيه الكونسير ما عنده لا ورق لا والو مشى يدوز لقاو فيه الكونسير عيطوا عليه لاسيسون سوسيال. جيت لك لاسيسون سوسيال صيبات ليه كارت فيتال ديالو صيبات ليه كلشي ودفعوا ليه الدوسي بريفيكتور شد الوراق ديالو. واحد اخر تاو كان كلا شي تسمم ولا شنو. المهم كان مرض كان في لوبيتال اوسبيتاليزي وعاوناتو ديك لاسيسون سوسيال وراقي. المهم هذا حنا المهم ديالنا هو كيفاش غتصيب هادشي. كدوز لاسيكورتي سوسيال للناس اللي يلاه جاو ما عندهم لا فيزا ولا والو كدوز لك لا سيكوريتي سوسيال كتعمر واحد الفورمولير كيعطيوه ليك واحد سميتو واحد هذاك سميتو الباس باس. وهذاك الباس كتعمرو بحال ان ديبو بان راك جيتي باش يعرفو حيت ما غاديش تقدر تقول لهم انا جيت 3 شهور هادي كما كيقول لك اللي كسيدي ثقه في الوثيقه. هذيك الثقه في الوثيقه كيعرفوا لا دات فاش جيتي لهنايا فاش كاينه كيكتبوها لك. وهذيك راه كلشي هادشي راه مزيان ليك من بعد الوراق ديالك ان فوا باغي تدفع الوراق ديالك ولا فاش كتكون خدام كتكمل ديك عامين ولا 3 سنين وين باغي تدفع الوراق ديالك كيطلبوا لك لي بروف كيكون عندك ديك لي بروف
كيعطيوك المهم كتدفع داك الشيء كتدفع الميديكال ديالك كتسوانا كتبرع ترونسبور في باري لا ريجون باريزيان حيت البيبر كاين في لا ريجون باريزيان. لا ريجون باريزيان ما كتخلص والو في ترونسبور كتخلص واحد النسبه قليله في ترونسبور وتسرى باري كلها لا ريجون ديالها كلها من واحد حتى لخمسه تسراها كلها وكتخلص ما كتخلصش بزاف وهذا الشيء اللي كاين. المهم هذه المعلومات اللي جمعت دابا راه قلتها لكم واي حاجه باغيينها اخرى اللي ما فهمتوهاش كتبوا لي في الديسكريبسيون في لي كومونتير وغادي نجاوبكم. رانا كنجاوب اي كومونتير كيتحط ليا كنجاوبو صوف دوك الناس اللي ما كنجاوبهمش بزاف. كاين ناس بزاف اللي كيصيفطوا ليا عاوني عندي خمسه الاولاد عاوني عندي هنا 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 يوميا كتلقى واحد الكومونتير جوج الناس كيقولوا لك راه الله يحسن له وانا راه ولكن كنشوف دوك الكومونتيرات الله ما كنرد عليهم حيت كثروا بزاف ما عرفتش علاش كيهضروا بصح اللي ما كيهضروش الناس كثروا بزاف هادشي ديال عاوني عاوني كيسحبني انا كنجد المناين ولا ما عارفين. المهم هادشي اللي كاين كنشكركم بزاف وان شاء الله نتمنى هاد الفيديو تبارطاجيوه على واسع النطاق ولا الناس اللي ما عندهمش الوراق كتعرف شي واحد ما عندوش الوراق ما عندوش هذاك صيفطوها ليه يقدر يكون عنده المعلومات. واي واحد باغي اي معلومه يقدر يدخل عندي الفيسبوك نيت ديالي بيرسونيل اللي يصيفط ليا راه هو خالد بوستا في التصويره ديالي يصيفط ليا وانا نتجاوب معاه ونهضر معاه وهي ما كاين حتى شي مشكل نعطيه اي معلومات عندي وبغى يسول ليه نسول ليه وهذا الشيء اللي كاين. وتحياتي لكم بارك الله فيكم يا تري بيانتو السلام عليكم.